أفاد مصدر أمني بأن قوة قتالية من سرايا السلام تمكنت من قتل 3 انتحاريين بعد محاصرتهم جنوبي محافظة صلاح الدين. وأوضح المصدر أنه وبعد ورود معلومات استخبارية بوجود الانتحاريين في إحدى مضافات منطقة جزيرة الإسحاقي، خرجت قوات السرايا وتمكنت من تطويق المكان، وبعد اشتباك مع الإرهابيين قاموا بتفجير أنفسهم، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف القوات المهاجمة. بعد ورود معلومات استخباراتية من استخبارات العسكرية لقيادة عمليات سامراء المقدسة لسرايا السلام بوجود مضافة وثلاث انتحاريين في جزيرة غرب الإسحاقي قاطع اللواء الرابع، قامت قوة مرتبة من اللواء الرابع بقيادة الأخ المجاهد آمر اللواء والتوجه للمضافة، وبعد حصر وتطويق المضافة بصورة دقيقة تم الاشتباك مع الإرهابيين وتم قتلهم جميعا والاستيلاء على المضافة الموجودة، وتمت العملية بنجاح والحمد لله والشكر رب العالمين. تم قتل الإرهابيين الثلاثة ولا توجد خسائر مادية أو بشرية في صفوف المجاهدين في سرايا السلام والحمد لله والشكر.